هذه ناني تخلصنا طنجة هذه سهتاتنا نشفتنا كرتاتنا اللهم هذا منكر اخوتي. المهم ارحل امان ديس من اليوم ان شاء الله احنا معاكم دائما. اطفينا الضوء اليوم كنساهموا مع الشعب المغربي كامل على هذه الحمله اللي عاملين امان ديس والغلا وداك الشيء باقي كيزيد يطلع فهمت. واخا هادشي هذا كامل كنشوف زعما الدوله زعما واخا هايده يعني باقي ما كاين حتى شي حل. طالع طالع تبارك الله طالع ما نقول لك الصالير اللي تشبروا في شركه الريكتار جاي تن شركه امانديس هادشي اللي كاين. اخويا امانديس راه الكاتنا امانديس. انا بالنسبه لي انا عندي المحل هنا عندي روبيني واحد كيجيني 100 درهم 120 درهم روبيني واحد. عندي حاشاك طواليط كيجيني 100 درهم 120 درهم. شكرا. ما ديرش البصله دير مايونيز دير شويه الحار صافي. يعني الضو تسمى 85 فرنك انا كيجيني 12000 فرنك داك جاني 85 فرنك هذا اللهم وانا غا عساس فواحد الدار انا هنايا ساكن في الزوديه عساس فواحد الدار السيف اللي ساكن فيه والما جاني 42 فرنك كيجي 80 درهم 90 درهم مشيت كاع من الشكايه قال لي ما عندي ما نعمل لك هذا اللهم هذا منكر والله باقي ما خلصتو كنطلبوا خاطر حاج شي بحال الشركه هذه ولا شوفوا معنا شي حد قال لك شي عند الاداره الكبيره وهذو اللي هنايا ما عندو قال لك ما عندي ما نعملوا هذه الاداره هذه اللي هنايا. وعليكم كيف ما كتعرفوا الاخوان بان راه ساكنه طنجه كيتشكاو بزاف من هذا الغلا ديال امانديس وهاد الضو الماء بزاف الصراحه كلشي كيتشكا شهر وانتم كتعرفوا هاد الشهر هذا راه مدارس وكذا وهادي كلشي كيتشكا وعاد امانديس كتزيد تغلي على الناس بزاف مزيان عملوا هاد المبادره ساكنه طنجه وقطعوا الديوان مزيانه باش زعما على الله زعما تزيد تاثر على امانديس بعدا وتزيد تنقص من هذه الاثمنه وكنتمنى ماشي اليوم يقطعوا غدا ويرجعوا كان لا شيء لم يكن بالعكس يوميا هادشي هذا خصهم يكون كل شيء يقطع كل شيء يساند كل شيء يقطع الضوء باش على الاقل يفهموا راسهم بعدا امانديس هذا ولا الله يهديهم راه بزاف هادشي اصاحبي راه بنادم الجيم ديالو خوايب سبد امانديس اصاحبي كل شهر غالي كل شهر زايد كل شهر زايد بزاف اصاحبي وشويش من انسانيه صاحبي والناس يعوضوا المسائل ديالهم ما يدا بالله اصاحبي.